تتكلم باللغات العربية؟ نعم أتكلم بها ولكنه بسيط. كم مدة تعلمت اللغات العربية؟ في مدة 3 سنوات. إذن فأنت تجيد التحدث بها. كيف عرفت ذلك؟ لأنك تعلمت اللغات العربية مدة كثيرة. نعم هذا الصحيح، لكنني لا أمارسها كثيرا. لماذا لا تمارس التحدث باللغات العربية؟ لأن زملائي يتحدثون باللغة القومية كثيرا. لو سمحت، ما الذي يجب أن أعمله للتحدث بها؟ داوم على التدريب بدون خوف خطأ ولا حياء إن شاء الله، فالتدريب هو أهم كل شيء.